جيش أسامة بن زيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا لغزو الشام، وولى عليه الصحابي أسامة بن زيد. فلما توفي النبي أشار بعض الصحابة بعدم إرسال الجيش، وطلب البعض بعزله لحداثة سنه، فكان رد أبي بكر أنه لا يرد قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل الجيش إلى وجهته وأوصاهم وصيته الشهيرة: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا وتحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله.